السعداء احياء في قلوبنا لا يموتون. الله جلال في 4 نيسان 1949 في قرية أمارة تابعة لمنطقة قفاتي في غرفة، وعرفت عائلته باسم مالي أودي. أمضى طفولته في نفس القرية، ووالدة القائد عبد الله وجلال عويش مواليد 1918 توفيت 1993، والده عمر عام 1900 ولد، وفاته في 17 تشرين الثاني عام 1975. وكان لديه 9 أبناء من الزوجة الأولى عائشة، وتوفوا جميعا وبقيت عنده طفلة تبدو، وانفصل عن الزوجة الأولى بسبب الصعوبة الحياة والتفاهم وعدم الانسجام في الحياة الزوجية. أمل مصطفى زوجة شهيد لمجلس عوائل الشهداء. اليوم نحن بصدى منتدى عن حياة القائد، قديش القائد عانى وعم يعاني حاليا بالعزلة المفروضة عليه. اليوم كلياتنا بنعرف انه مدة 24 سنة مانهن هينين على شخص. دولة تركيا كلها بقواها اليوم فارضة العزلة على هالشخص كرمال فكر. اليوم الفكر فكر الأمة ديمقراطية ومشروع اللي نحن هلأ ماشيين عليه. اليوم نحن بصدى هالمنتدهات واقفين يد بيد بنشوف النساء الكرديات العربيات اليوم كلياتنا متجمعين لحتى نعطي صوتنا أنه نحن مع مشروع الأمة الديمقراطية، نحن مع فك الحصار والعزلة الموجودة على القائد عبد الله أوجلان، لحد ما انه نحاول انه رفع او لحريته. فنحن اليوم بنطالب كل المنظمات اللي عم تدعي بحقوق الانسان لحتى ناخذ حريه القائد، الحريه الجسديه، الحريه الفكريه نحن موجوده عندنا. الحريه هي اللي نحن اليوم كنساء عربيات وكرديات وكافه المكونات الموجوده حاليا بشمال وشرق سوريا، اليوم كلياتنا نحن على تحت هذا النهج. ونرجع بنطالب كمان بدورنا كنساء نوقف ايد بايد من خلال قلمنا، من خلال صوتنا، لحتى نوصل للجهات المعنيه لرفع العزله المفروضه على القائد عبد الله اوجلان. طبعا نحن اليوم من كذا سنه عم نناشد انه الجهات المعنيه او الجهات المختصه لرفع العزله عن القائد عبد الله اوجلان، للاسف ما في اي نتيجه. حتى المحاميين ما عم يخلوه يزوروا القائد عبد الله اوجلان. يا ترى ليش؟ نحن لما نشوف ما خلف الكواليس بندقق انه نفسهم هن نفسهم الجهات المعنيه اللي للواجهه انه هن ضد تعذيب الانسان وضد الحريه السجن الموجود. نحن اليوم عم نشوف انه هن لهم اليد، واليد كمان القويه بهي العزله. لولاهم كان نحن يجوز حتى بس المحامين انه شافوا القائد عبد الله اوجلان. شعر القائد باضطراب الانقلاب العسكري، فذهب الى غرفه لمده 40 يوم لتدبير العبور والانتقال الى غرفه ثم طوبان سرا. هذا الى ان نمشي على خطى الشهيدات والشهداء وعلى نهج وفكر القائد عبد الله اوجلان. وكلنا يعلم مدى اهتمام القائد بالمراه وقضيه المراه، وراي القائد ان تحرير فكر المراه وتكييفها وتنظيمها ضمن القوميين وضمن المؤسسات وضمن المجالس هو الحل الوحيد لكافه قضايا المراه وكافه قضايا المجتمع. فالمراه لا تنسلخ عن المجتمع، هي العنصر الاساسي في هذا المجتمع. فنقول دائما المراه نصف المجتمع، وهي المسؤوله عن تربيه وتخريج النصف الثاني من المجتمع. والواقع اكبر دليل توازنهم ضمن هذا المنتدى وهذا الندوه الحواريه في الصرين. هذا الحاج مسلم منسقة مؤتمر ستار عين عيسى هيرو سريني كم خباتك البو ساروك تشيد بيا أمو هبالي ما سريني زوتي ما هبدر أمرونشتن وهيرو جي أمرونشتنا كمكون كردي وكمكون عربي هيرو أم حياتا ساروك أم كبر خلنا ساروك بر جنرا تشيكر نهيرو ساروك دعوی جنه کرا ریباز خوی اساسی ریباز خوی اساسی دعوی جنه بو و هیرو ام لازم اش حق سروک در کبن هیرو لازم امش حق سروک در کبن ام او مکون عربی او مکون سریانی او مکون
حمو لازم امش هاقي ساروك بي هاقي ويبيدن ام تشبكن امش هاقي ساروك دارنو كافن هيرو تجريدا سار شد ساروك تشيد بي دولة فاشي دولة تركي هيرو كريب بن زنديان انا جزيرة كسر قرتية ام نزون وضعي خوشية ام نزون قشتي چم مرحلة فام لازم سر بساكن ام لازم ناضل بكن قاوم بكن حياة ام حياتي حياة ام بي ساروكي درخن جبي زنديانة درخن چج ما تي خاصن ام لازم بكن اعتصام اعتصام مسيره مسيره ام خبرتي بين ام خبرتي بينن چج ما وي خاصن ام بكن لازم ام بسكن ام بكن ام بي ساروكي درخن لازم عالم جي صوتي ما بيبيسه عالم جي صوتي ما بيبيسه ام صوتي خراكن هيرو جنيرا تشيكر هيرو لازم ام جي حقي بجن جوي دركبن ام جي جنج حقي وي دركبن حياتك جنر تشيكر صوتك جنر تشيكر صوتي جنر برت نبو نكوبو داك بكرا دكو جن مال زاروك بس مسيرو هيرو جن قدر دا خجي خاغرتيه فنرجع لواقعنا واقعنا هو واقع مرير يعني نحن عم نمر بثورة مع ثورة المرأة يعني ثورة الرجابة تحت مسمى ثورة المرأة يعني المرأة عم تكافح كما مع بالمقابل في نساء عم تتعنف في بيوتها في نساء لحد الآن ما تقدر تطلع في نساء لحد الآن كمجال التعليم أو التربية والتعليم لحد هلا في بنات يوصل لمرحلة معينة ينحرموا من المجال التعليم بس إنه نريد إحنا يومنا الجرد أضم صوت الصوت الرفيع خليجة إنه نضم بعضنا بين الإيد طبعاً مو للرجل كنساء يعني ما أن روح عندي صوت مثلاً أشتكي للرجل أشتكي للمرأة مثلاً جا عندي أي مشكلة تقف بجانبي ليش ما تقف بجانبي بس أكثرنا إحنا نروح نلجأ للرجل الواعش طبعاً المرأة ذلت كانت تباع كسلعة في الأسواق ولكن بعد تحرير الشمال والشرق على يد قوات سوريا الديمقراطية تحررت المرأة تحررت المرأة فكريا وجسديا من خلال الندوات الاجتماعات حررت المرأة نفسها نحن كنساء عربيات وكرديات في مقاطعة الفرات عقدنا اليوم ندوة حوارية عن حياة القائد ومسيرته النضالية وعلاقته بالمرأة والعزلة المفروضة عليه في مدينة سرين يوم الثلاثاء 9/7/2024 وبناء عليه تم الوصول إلى عدة مخرجات نعاهد القائد أبو أن يواصل مسيرته نحو درب الحرية والنضال وإيصال فكري وفلسفته إلى جميع نساء العالم تعريف حياة القائد وقراءة مجلداته على نطاق واسع نشر وتوسيع فكري ومشروع الأمة الديمقراطية تكثيف الفعاليات والنشاطات التي تعرف الجميع عن حياة القائد الاستمرار في قيام المسيرات التي تنادي بفك العزلة على القائد نحن كنساء عربيات وكرديات تدريب النساء والرجال على مشروع الأمة الديمقراطية حملات توعية لتعريف المرأة على ذاتها وفكر وفلسفة القائد تعريفها بالانتخابات ومشاركة المرأة بها تفعيل دور المرأة في الكومينات لا حياة بدون القائد لا حياة بدون القائد لا حياة بدون القائد لا حياة بدون القائد بسروك جيان نابه بسروك جيان نابه بسروك جيان نابه